تنتهي هذه المهزلة التي نسمعها كل يوم. نحن لنا عدة مطالب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أول هذه المطالب هو تأجيل الانتخابات من سبتمبر إلى ديسمبر. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني المطلب الثاني هو دستور قبل الانتخابات القادمة. المطلب الثالث هو إلغاء المحليات أمر خطير جدا. أنت من حقك أن تعترض، وأنا عارف التيار الموجود في هذه الساحة من حقه أن يعترض، ومن حقنا أن نرفض، ومن حق الجميع أن يقولوا هم التجارب. شكرا. مش عايزين خطة طائفية، عايزين وحدة تكون مصرية، مش عايزين خطة طائفية، عايزين وحدة تكون مصرية. طبعا يا شباب، ده رأي شخصي للأستاذ جورج إسحاق، مش رأي المنصة. يعني الضيف اللي بيجي بيقول رأيه الشخصي، رأي المنصة دي حاجة تانية. لكن نحن لا نحكي على الاراء، احنا بنفتح المنصه لكل الاراء، ما بنحكيش على حد، دايما واضح يعني. والان مع كلمه الاستاذ الدكتور محمد علي بشر، عضو مكتب ارشاد الاخوان المسلمين وامين عام محافظة المهندسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر وتحيا مصر. الله أكبر وتحيا مصر. الله أكبر وتحيا مصر. الله أكبر وتحيا مصر.